So هسه amalgam condensation وصلنا له، يعني شلون يتم عملية condensation. طبعا بعد الميكسينج من نخليه بالكافيتي نبدأ نسوي له condensation على مود يكون بي adaptation للكافيتي. يعني condensation of the amalgam inside cavity is important for the, يعني ليش نسوي condensation؟ على مود adaptation مثل ما قلنا to the cavity margins and to get compact and homogeneous amalgam restoration and minimal minimal voids. This can affect the strength of the filling. وعلى مود يعني ان في حال كان اكو فقاعات جوا الامالجم فمن نسوي كوندنسيشن راح نزيلهم، فهنا راح نزود قوه الامالجم. To remove the excess mercury to reduce that could reduce dimensional change. يعني من نضغط على يعني اثناء عمليه الكوندنسيشن راح نشوف اكو ميركوري يطلع للسطح، فهذا لازم نزيله، لان يعني اذا ما زلناه يعني اذا خليناه جوه وما سوينا كوندنسيشن يجوز هذا راح يسوي دايمنشنال تشينج، ويجوز يسوي كريب وانكريز ذا كومبرسيف سترينث اوف ذا فيلينج. After mixing, the amalgam must be used immediately without prolonging the time between the mixing and condensation because it will lead to condensation of partially set amalgam and may lead to break of the and fracture in the matrix that has been formed in the mixed amalgam. يعني مباشرة أول ما نخلص من الميكسينج، أول ما نحطه بالكافيتي مباشرة نحطه بالكافيتي مباشرة نبدأ كوندنسيشن، لأن يجوز إذا تأخرنا شوية راح يتصلب الأمالجم. من يتصلب حتى لو سوينا له كوندنسيشن هنا ما راح نزيل كل البوروسيتي ولا نقدر نزيل الأمالجم الموجود جوه بشكل كامل. لهذا السبب لازم نبدأ نشتغل به أول ما نخلص ميكسينج. Cavity to be filled should be kept completely dry during. طبعا لازم تكون جافة تماما الكافيتي مالتنا، لأن مثل ما قلنا على مود ما تسوي غازات، يعني على مود ما ينحبس الماء جوا فيحرر لنا H2 ويحرر لنا O2 ويصير فقاعات ويصير expansion. زين، طريقة الكوندنسيشن اكو طريقتين، اكو هاند واكو ميكانيكال كوندنسيشن. الهاند كوندنسيشن ذس بواسطة الهاند انسترومنت، يعني نجيب الكوندنسر lateral and vertical direction of the condensation provide better adaptation for the amalgam to the cavity and the floor. يعني نحرك الكوندنسر بشكل laterally يعني للجوانب و vertically يعني لجوه ولي فوق. Amalgam should never be touched with the hand to eliminate contaminations. يعني مثلا اذا صار contamination للامالجم المفروض ما تجي سبيدك، لازم تستخدم التويزر مثلا وتكون طبعا لابس جفوف. وهاي the amalgam carried to the cavity using amalgam carrier and condensation should be done immediately to each small increment because the large amount of amalgam is put in the cavity the condensation will be ineffective and have to properly condense restoration with low amount of mercury. يعني شنو يقول؟ انه من تخلي الامالجم بالكافيتي لازم تخليها شويه شويه، وكل يعني كل شويه تخليها لازم تسوي لها كوندنسيشن، بعدين تحط وراها وحده قطعه صغيره وايضا تسوي لها كوندنسيشن، بعدين قطعه لحد ما تكمل. زين ليش نسويها على شكل قطع؟ لان ذلك اذا تخلي الميركوري كله فد مره وتسوي له كوندنسيشن كله فد مره، هنا مو كل الامالجم راح يطلع ولا كل البوروسيتي راح يصير بها اليمينيشن. من نسويها على شكل قطعة قطعة جزء جزء هنا راح يصير الكوندنسيشن كفاءته أحسن. After condensation of each amount, the surface of the amalgam will appear shiny because of the excess mercury present in the surface. مثل ما قلنا بعد ما نسوي كوندنسيشن راح يطلع الأمالجم للسطح، فهنا this excess amalgam should be removed. لازم تتم إزالته from the surface of each amount of amalgam before applying the next increment. يعني بعد ما سو كوندنسيشن تنظف الامالجم يلا تضيف طبقه ثانيه. Condensation is continued till we have overfilled cavity. يعني بعد ما تضيف طبقات لازم تكون عندك overfilled، يعني تكون الحشوه طالعه فوق مستوى السن، الامالجم طالع فوق مستوى السن. This mean
but amount of amalgam above the occlusal surface. This overfilling is important for. يعني ليش إحنا نسوي هيك؟ ليش نخلي مستوى الأمالغام أعلى من مستوى السن؟ هاي الأسباب. To ensure the cover surface margin are completely covered with, to avoid the exposure or the margins. يعني على مود الكابر سيرفيس مارجنز تكون مالتنا مضبوطة، لأن إذا سويناها underfilled فهنا راح يصير أكو مسافة بين الحشوة وبين السن، يعني تكون نازلة، ويعني شلون نقول تصير مثل الأندركات، يعني ما تنفع راح يتجمع بها أكل، فلازم نحافظ على المارجنز من خلال أنه نخلي كمية زايدة. To be able to do good carving، يعني مثلا إذا عندك كسب رايح فأنت لازم تخلي كمية الأمالغام تكون عالية على مود تحفر، يعني العفو تنحت الكسب على راحتك، لأن إذا كان مقدار الأمالغام قليل ما راح تقدر تسوي كارفينج. وألسو to get rid of mercury على مود تتخلص من mercury side. زين، mechanical condensation شلون؟ The mechanical device is available for condensing amalgam. These devices are more popular and more useful for condensing irregular shaped alloy when high condensation forces is required. يعني هاي الأجهزة تكون منتشرة في حال كان عندنا، يعني خلينا نقول مسافة أو مساحة كبيرة تكون مغطاة بالأمالغام، أو فالكوندنسيشن مالتها يكون صعب، يستخدمون هذا الجهاز. طبعا هو ما مطينا لا تفاصيل لا صور لا أي شيء، فما أعرف ليش مخلينها أصلا. Amalgam carving بعد ما خلي سويت condensation تبدي carving. ليش احنا نسوي carving؟ Is for remove of excess material and maintain the structure of the tooth. اولا لان احنا سوينا overfill فلازم نزيل هذا ال overfill، وبنفس الوقت على مود نرجع يعني الشكل الطبيعي للسن، يعني لازم نرجع شكل السن. There are many instruments that can be used for carving, such as carver and spoon excavator. أكو أداتين يستخدمونها الكاربينج مثل carver and spoon excavator. After ending of the condensation, the surface overfilled with amalgam should be burnished by by using large burnisher with high force to remove moving from the center of the restoration to the margins. This will produce denser amalgam in its margins of the cavity. يعني بعد ما تسوي condensation لازم يعني بعد ما تخلص carving لازم تسوي burnisher، يعني تجيب البرنشر تسوي burnishing، وحركة البرنشنج لازم تكون من السنتر للمارجن، يعني من النص لحد المناطق الجانبية، مو من المناطق الجانبية للنص. Then carving should begin immediately after condensation, which is suitable for size carver. With suitable size carver. يعني أول ما تخلص condensation راح تسوي carving، لأن إذا تأخرت شوية راح يصير راح تصك الأمالغام، فما راح تقدر تسوي carving. Carving راح يكون صعب، فلازم تبدأ مباشرة بعد ما تسوي condensation. After the carving, all carving should be done with the edge of the blade perpendicular to the margin as instrument is moved parallel to the margins. يعني لازم تستخدم بس الحافة الحادة من الكارفر، ولازم شلون نقول تكون مسلطة بشكل عمودي على سطح الأمالغام، وتكون موازية للمارجن مال السن، يعني تكون بهذا الشكل. خلينا نقول الكارفر تكون يعني عمودية على السطح وتكون موازية للمارجن، تكون عمودية على السطح وموازية للمارجن. Over carving or deep occlusal groove carving should not be done on the restoration because this may thin the amalgam restoration amalgam at the margin, invite chipping, and weaken the restoration and appear in figure below a left one. اللي هو هذا يعني بهاي الحالة يقول لك ما يصير تسوي carving زيادة عن اللزوم بحيث الجروف مالتك يكون يعني نازل أكثر من اللازم، لأن هذا راح يضعف الأمالغام لأن يسوي سمكها أقل، بنفس الوقت يزيد احتمالية أن يصير بها يعني chipping أو أنها تنكسر مثل هاي الحالة موجودة هنا. زين، under carving
هاي طبعا اوفر كاربنج، يعني من تحفر اكثر من اللازم بالجروب. اندر كاربنج بالعكس، من تحفر كميه مو مناسبه قليله. ليفينج ثين بورشن اوف امالجام، يعني بهاي الحاله خلى يعني كميه قليله من الامالجام فوق، يعني لا هو مسوي له كاربنج ولا هو مخلي كميه كافيه، بحيث شنو راح تنكسر بالنهايه، سبجكت تو فراكتشر، يعني معرضه للكسر. On the unprepared tooth surface, such margin give the appearance of amalgam has expanded beyond the preparation, as figure below A, right one. يعني بهاي الحالة مثلاً، يعني يبين أنه الحشوة وكأنها صار بها تمدد، لكن هي مو تمدد ولا أي شيء، فقط هو ما مسوي لها كاربينج بشكل صحيح. The mesial and distal fossa should be carved slightly deeper than the proximal marginal ridge as appear as B, اللي هو هاي المنطقة اللي هو مثل موجودة هنا. يعني لازم يقول لك شو يسمونها الديستال فوسة، لازم تكون محفورة بشكل يعني أعمق من شو اسمه من المارجن. يعني هسه هاي الفوسة الموجودة هنا، الفوسة الموجودة هنا راح تكون مو بنفس مستوى المارجن، راح تكون شنو أنصى منه شوية، فهذا يعني أعتقد هو هذا قصده. After the end of the carving, post carving burnishing is done lightly rubbing of the carved surface with a burnisher of suitable size and shape to improve the smoothness and to produce satin not shiny appearance. يعني بعد ما تخلص لازم يعني تسوي مثل burnishing، أو تستخدم البرنشر أو تستخدم قطعة من القماش أو أي شيء على مود، يعني الأمالجام ما نريده يكون لماعي، يعني ما نريده يكون مثل المراية، يعني نريده يكون يعني حلو لكن مو لماعي. Post carving burnishing may improve the marginal integrity high cover alloy amalgam. It may also improve the smoothness of the restoration. يعني يقول لك الكاربينج يكون شيء مهم على مود المارجنال انتجريتي وعلى مود يعني السموثنس اوف ذا ريستوريشن. After that, the occlusion of the restoration must be evaluated. It's done by telling the patient to do light closing to check if there's high spots in the restoration and this spot looks more shiny. يعني بعد ما خلصنا شغل نطلب من المريض يقوم باطباق خفيف على مود نشوف هل اكو هاي سبوت، اكو منطقه، يعني شلون نقول المريض راح يحس بها مثل الحصوه موجوده على السن، فهاي يعني هي يسمونها هاي سبوت، راح يتركز عليها الضغط، فالمفروض احنا نسوي لها ريدكشن، لان اذا خلينا هاي جزء اما تنكسر او اي يعني غالبا راح تنكسر. Also, it can be checked by articulating paper. يعني يجوز يستخدمون شيء يسمونه articulating paper. Any high spot should be removed before beginning of the initial setting of amalgam. يعني لازم تحاول تسوي ال high spot، يعني لازم تقطع عليها قبل لا يكون ال setting خلص. Finally, the grooves are enhanced with the conical amalgam burnisher and the restoration smooth by small damp ball of cotton. يعني بعد ما تخلص لازم تسوي يعني conical amalgam burnisher تستخدمه على الريستوريشن اللي يكون ب على مود يعني تسوي الريستوريشن يكون سموث اكثر، وتستخدم small ball damp of cotton، يعني تستخدم قطعه من القطن ايضا بعد ما تخلص burnishing، يعني على مود الشكل يكون شو نقول مو لماعي كلش، نفس الوقت ما يكون خشن. In the cervical cavity, the edge of the carving instrument must be rested on the external tooth surface to prevent overcarving. Undercarving should be avoided as well. يعني وانت جاي تسوي cervical cavity لازم the edge carving instrument، يعني الأداة اللي تستخدمها على مود تسوي carving must be rested on the external surface of the tooth. يعني خلينا نقول ان عندك هنا، خلينا نقول ان عندك هنا حشوه،
فانت من تسوي كارفنج بهاي المنطقه فالجزء من الانسترومنت مالتك لازم يكون يعني متكئ على السن الاصلي على مود شنو ما تسوي اوفر يعني اندر كارفنج بنفس الوقت على مود تتجنب الاوفر كارفنج يعني الانسترومنت مالتك لازم تكون كل الوقت شنو بموازاه السطح ملامسه للسطح على مود تاخذ كميه كافيه من الاماكن filling cavities with matrix bands هاي في حالة كان عندنا class 2 مثلا أو class 3 فاحنا نحتاج matrix band the matrix band used in compound or complex cavities يعني في حال كان عندنا cavity بها سطحين أو ثلاث أسطح أو أكثر فهنا نحتاج matrix هو ليش نحتاجها؟ أولا to have desired contour of the tooth لان هي راح تمثل لنا شكل السن لان السن خلص سوينا له preparation راح شكله فنحتاج الباند على مود يعني يصير مثل شكل افتراضي للسن to substitute the lost wall of the tooth cavity especially in class 2 مثل ما قلنا على مود تعوض السن اللي انت اصلا سويت له preparation matrix band are used in class 2 cavity filling position must be 2 millimeter above the marginal ridge يعني لازم يكون مستواها فوق المارجنال ريدج بسنتيمين they are available on many thickness يعني لها اسماك مختلفه thin band widely used are widely used يعني غالبا يستخدمون اللي يكون الرفيعات اكثر من غيرهم the thicker band leading to difficulties in establishment of good contact area يعني قلت لك ما يستخدمون الباندات العريضه لان يعني الكونتاكت اريا راح يعني صعب يعني تحددها في حال كان عندك يعني وايد باند. The band are either pre-cut or being cut from the ribbon or cover of the ring of the band. صراحة ما أعرف شنو هاي بس ما أعتقد مهمة. الماتريكس ريتينر اللي هو هذا it is mechanical device retain the band and its selected position يعني بعد ما تخلي الباند بالمكان المناسب وظيفة هذا الريتينر انه يلزم لك الباند على مود تشتغل براحتك وطبعا الى احجام اكو ايفري نمبر 1 هذا اللي اذا عندك سيرفيس ميزيال اور ديستال سموث عفوا سراوند توث فروم 1 ميزيال اور ديستال And with the retained perforated bands are used. زين الايفوري اكو 9 واكو 8 او 9 او يسمونهن التوفلماير ريتينر هذا يستخدم في حال كان عندك ام اودي يعني في حال كان عندك ميزيال او ديستال يعني وحده منهن تستخدم نمبر 1 اذا كان عندك ام اودي اللي هو ميزيال اوكلوزال ديستال هنا تستخدم نمبر 8 او نمبر 9 The band surround the tooth retainer light in the mucobuccal fold يعني يكون بمنطقة التقاء الميكوزا اسمه بالبوكال surface of the tooth بعد ما أعتقد هذا مهم Attention must be given the proper contour of the tooth bilingually otherwise the restoration of the defective contour يعني كده لازم تهتم بالشكل مالته يسوي هيك مثل الكارفينج على الظهر مال الريتينر العفو على الظهر مال الباند يعني هذا الكارفينج راح يمثل شكل السن يعني انت لازم تتخيل شكل السن تنحته على الباند على مود بالنهايه من تسوي كوندنسيشن راح الحشوه مالتك راح تاخذ هذا الشكل اللي انت نحته فبالتالي راح يكون شكل الحشوه مماثل كلش لشكل السن Burnishing means that the metal band has been deformed occlusal gingivally with the suitable burnisher to produce round and convex surface. طبعا هاي العملية اللي حكيناها يستخدمون بها البرنشر على مود يعني مثل ما قلنا يسوي كونتور يشبه كونتور السن على مود من تسوي من تحط الامالجم راح يكون مثل شكل السن. هذا will produce restoration that symmetric the contour of the adjacent proximal teeth.
إذا ما تعرف يعني سوي الماتريكس يعني سوي هذا الكارفينج على أساس البروكسيمال تول المجاور إلى السن السليم. يعني أنت تعرف وين الكونتاكت أريا فسوي كارفينج بالكونتاكت أريا. وبهاي الطريقة يعني تكون يعني على الأقل يعني شوية كونت الحد الأدنى من الأناتوميكال فورم مال التوث. الويدجينج اللي هو هذا العود الصغيرون اللي حطونا بالبروكسيمال أريا يكون تريانجولار أو سيركلر كروس سكشن، يكون وودن أو بلاستيك يعني معدني أو من البلاستيك located interproximally يعني مثل ما قلنا بالinterproximal area. شنو فايته؟ hold the band tightly against the gingival margin. وظيفته يكض الباند لأن هو يصير بين الباند وبين السن المجاور to prevent overhand يعني في حال جاي يسوي preparation وأكو سن سليم مقابل يعني قريب منك فعلى مود ما تزلق يدك وتطخ السن الباند هذا وظيفته أنه يحميك خصوصا يعني يحمي السن المجاور قصدي خصوصا في حال كان عندنا يعني مثلا جنجايفال كيريز. طب هاي الحاله يجوز تاذي الجنجايفه او تاذي السن المجاور فهنا يجي وظيفه الوجه. Provide sufficient separation of the tooth to compensate the thickness of the band. يوفر لنا مساحه على مود نحط الباند. The wedge is placed gingival embrasure, lingual or facial embrasure. Slide gingival to the gingival margin of the cavity. However, the lingual embrasure is longer than the vocal of the posterior teeth. صراحة التفاصيل ما أعتقد مهمة وهي أصلاً عملية يعني مو مع الواحد يقرأها نظري. Wedge the band tightly against the tooth and the margin. If the tooth is placed occlusal to the gingival margin, the band will be pressed into the preparation. يعني يقول لك ما لازم تخلي الوجه ما لازم يكون occlusal to the gingival margin. يعني لا ما يصير تخليه عالي مثل هاي المنطقة. يعني عندك هنا الكافيتي الوجه لازم يكون gingival للكافيتي ما يصير تعليه. لأن إذا عليته يعني مثل هاي الحالة من تحط أمالجم هنا يعني الاناتوميكال لاند ماركس كلش راحت اختفت يعني اتشوهت بشكل كامل. لهذا السبب دوم الباند لازم يكون جنجايفال للكافيتي ما لازم يكون لا إكوال ولا أوكلوزال لازم يكون جنجايفال اللي هو هاي يعني الصورة تلخص كل شيء. Filling is done without wedge pose يعني في حال ما استخدمنا الوجه ايش راح يصير؟ No contact point with adjacent tooth يعني ما راح تقدر تحدد نقطة الالتقاء بالadjacent tooth. Lead to food impaction causing gingivitis يعني بالنهاية بعد ما تكمل الحشوة وتخلص راح يصير اكو منطقة فارغة هنا لأن يعني ما استخدمت الوجه فأنت ما عرفت والحشوة يعني الحشوة ما قدرت يعني تحل محل مكان السن الأصلي فصار اكو منطقة فارغة. المنطقة الفارغة هنا راح بالنهايه راح يصير بها فود امباكشن يعني يجمع بها الاكل فتسوي جنجيفايتس. بنفس الوقت احنا قلنا الوجه يسوي لنا يعني يحمينا خاف نطخ السن المجاور او نطخ الجنجايفه فهو يسوي يمنع لنا الاوفر هاند فاذا ما استخدمناه راح يصير اوفر هاند اوف ذا ريستوريشن. زين ذا كونتور ماتريكس بوت ات ان بليس وذ ويج and with a probe check to the adaptation of the band of the cavity gingival margin يعني بعد ما تخلي الباند وتخلي الوجه راح تقدر تسوي الماتريكس العفو تقدر تسوي الكونتور اوف ذا توث خلينا نقول اما تستخدم الكوندنسر مثل العفو البرنشر مثل مساح او تستخدم البير على الباند على مود يعني مثل ما قلنا تسوي مثل شكل السن الاصلي. After that restoration of the band quarter or half turn to be sure to be good contact point is obtained. يعني بالنهاية إذا تم شغلك بشكل صحيح إذا قدرت تسوي carving على الباند بشكل صحيح راح يصير عندك good contact point يعني نقطة الالتقاء بين السنين راح تكون مثالية بحيث ما يصير بها food impaction وهو هذا المطلوب. Condensation of the amalgam must start at the box of the cavity until the cavity is overfilled.
At each stage of the condensation, excess mercury must be removed from the surface because of this excess. Because if this excess left, it may cause weakness of the restoration. يعني في حال كان عندنا نفس الملاحظة اللي حكيناها قبل، إحنا لازم نسوي overfill. ففي حال سوينا overfill، لازم منا نخلص نسوي carving، لازم نشيل كل الأمالجم الزايد. لأن هذا إذا ما زلنا إذا ما زلنا يعني جوز راح يسوي لنا يعني شو نقول weakness of the restoration، راح يضعف لنا restoration. Carving and filling means the bringing of the filling as near as could to the tooth shape, and it's done by removing the excess material of the outer inclination of the margin of the marginal ridge is established by carver or probe while the matrix band is still placed. وهذا أيضا حشي عملي يقول لك أنه بعد ما خليت مخلي أنت matrix ومخلي band وبخلي ويج، فلازم تسوي كارفينج وفيلنج، يعني تحط الحشوه بمكانها وتبدا تسوي كارفينج على مود اولا تزيل الماده الزايده، لان احنا قلنا لازم نسوي اوفر فيل، بنفس الوقت على مود تو استابلش المارجنال ريدج، على مود المارجنز مالتك تكون يعني مضبوطه. وهذا اما يكون بواسطه البروب او الكارفر او اثنيناتهم. We must not try to remove the band before the reduction of the marginal ridge to its approximate height. يعني إحنا لازم لما نخلص من المارجنز، يعني لما نخلص من البروكسيمال أريا كلها، نكون خلصنا كارفينج، خلصنا حشو، خلصنا كل شيء. هنا يلا نزيل الباند. يعني الباند ما لازم مجرد تحط الحشوة بعدين نزيله. لازم الثانيها لما تخلص كارفينج. وايضا اذا ممكن من تبدي يعني تتصلب من تحسها صارت صلبه. Else fracture of the margins may occur. يعني اذا زلت الباند من وقت مبكر يعني يصير تداعي بالحشوه تطيح تنكسر. As well gross contouring of the occlusal surface with large excavator must be done. ايضا لازم تستخدم لارج اكسكافيتر على مود يعني الاوكلوزال سيرفيس تسوي كونتورنج بشكل صحيح. And then the wedge and the retainer is removed. يعني بعد ما سويت كونتورنج، بعد ما سويت كارفينج، بعد ما حسيت انه خلص كملت كل شيء، هنا راح تقدر تزيل الوجه وتقدر تزيل الريتينر. After the removal of buccal occlusal and lingual occlusal, checking of the gingival margins should begin immediately after the removal of the band, and that is done by using the probe. يعني بعد ما يعني تزيل الباند مباشرة لازم تتأكد من gingival margins مالتك هل تمت بشكل صحيح، هل بها مشاكل. شلون تعرفها؟ بواسطة البروب. Then carving of the restoration is completed. هنا تكون أنت خلصت شغلك. وبعد لازم الثاني يعني تسوي بولشنج وفينشنج، والنوبه الثانيه لما الحشوه يعني تصك. Finishing and polishing is done at 24 hours later. يعني بعد يوم كامل لازم تسوي فينشنج وبولشنج للحشوه، ما لازم تسويها قبل يوم، يعني ما لازم تسويها مباشره، لان هذا يجوز يعني اكل حشوه وخليها تنفطر او شيء ما اعرف شنو السبب. المهم لازم تستنى 24 ساعه. زين ليش احنا نسوي finishing polishing? Well finished and polished restoration, this will keep the surface smooth and clean, less tarnish and corrosion occur. يعني هنا راح يقل مقدار التآكل، يقل الكوروجن ويقل التارنش. A rough surface may cause accumulation of food particles and secondary dentin. هنا احنا لازم نسوي السطح يكون smooth من خلال البولشنج. في حال خليناه راف ما سوينا له سموذنينج راح يصير تجمع للاكل، فيجوز يصير سكندري او ريكيرنت كاريز. Polish surface have better response to the surrounding tooth, surrounding soft tissue. يعني اذا كان السطح خشن فيجوز يعني يجرح الجنجايفا او يعني يسوي اريتيشن، فاذا كان سموذ راح يكون افضل على مود يعني يقلل الحساسيه.
we can have more ideal carving and contouring. Small feather edge of the amalgam excess left beyond the margin may fracture under stress, leaving rough surface, and this can be removed during polishing. يعني أيضا لازم نسوي يعني polishing على مود يعني يصير ما أعرف شنو هذا اللي يسميها small feather edge. ما أعرف شنو هاي بالضبط، لكن يقول لك هاي إذا خليتها يجوز راح تسوي لنا شو اسمه rough surface. يعني يجوز راح تنكسر فتسوي لنا rough surface، فلازم نزيلها. طبعا هو أصلا ما حاكي شنو هي هاي الفيذر ايج، ما أعرف عن شنو جاي يحكي. Finishing and polishing, we use the following. شنو نستخدم على مود الفينشينج والبولشينج؟ التابرد ستون بير، الراوند اند فليم فليمد فينشينج بير، الرابر كاب، شنو هاي؟ البومايس with water. Thin zinc oxide with the soft cup, a brush with final shine. طبعا انا ما اعتقد مهمات، لكن على الاحتياط اللي هي شنو الادوات اللي نستخدمها على مود نسوي polishing. وهذا اخر شيء بالمحاضره اخيرا.